فقرة أسرار البيوت. اليوم سنتناول موضوع فرط النشاط وعدم التركيز وقصوره عند الطفل، ونستضيف لأول مرة الدكتورة ياسمين فاضل الخالدي، دكتورة في علم النفس التربوي من الجامعة الأمريكية لندن. يا أهلا وسهلا بيك. يا أهلا. بداية، أنه حضرتك حاصلة على دبلوم في إعداد المعلمات، نعم، لغة الإنجليزية، وبكالوريوس علوم إدارة واقتصاد، وماجستير إدارة موارد بشرية من جامعة ليبرتي بعجمان الإمارات، ودكتوراه في علم النفس التربوي في الجامعة الأمريكية من لندن. يا أهلا وسهلا بك اليوم. أهلا بك، تسلمين. شكرا على إتاحة الفرصة لي من قناة الشرقية، واستضافة أستاذة رقية الراقية، وهي قناة الشرقية منبر للعراقيين ونافذة للعراقيين، العائلة العراقية والعائلة العربية، واعتبرها منبر للثقافة وللعلوم وللفنون، واستفادة كل عائلة وكل عربية وعراقية من شتى المواضيع، يعني الطبية، الفنية. وهذا هدفنا وإن شاء الله يتحقق يا رب. إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع المهم اللي هو فرط النشاط وعدم التركيز، او ما يسمى بالطفل الهايبر اكتيفيتي ADHD. نعم. بدايه احب اعرف الامهات والاباء، في كل عائله ممكن ياتي لهم 4 اولاد او 5، يطلع منهم واحد طفل هايبر. كل طفل هايبر، يعني كل 40 طفل بالضبط يطلع من عنده طفل واحد أو حالتين أو 3 أو 4 هايبر، يرجع إلى حالة وراثية موروثة وليست مكتسبة من البيئة. الطفل الهايبر يا أما من درجة أولى الأب أو العم أو الخال، أو الدرجة الثانية اللي هم الأخوال وأعمام الأب والأم والهذه، فهي موروثة بصراحة، هي وراثية بالدرجة الأولى. زي مواصفات هذا الطفل في العائلة ضمن أولاده، أنطي فد هيجي فد خلاصة أو تعبير، لأنه موضوع بصراحة يعني يراد لفت حلقة يعني ثلاثة بصراحة. واسع جدا. هو خلل اضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه، هو خلل جزئي في الدماغ، نعم في البرين، في الدماغ، يؤثر يعمل في هبوط الخلايا العصبية، نشاط الخلايا العصبية، وهذه الخلايا العصبية تؤدي إلى هبوط في المعاملات الكيميائية بين كل خلية وخلية في الدماغ، فهو هذا فيؤدي هذا إلى الطفل إلى تشتت في الانتباه، فرط حركة، يعني يكون الطفل عشوائي، مقاطعة الآخرين عند الكلام، كثير ما يقاطع طفل الهايبر الآخرين عند الكلام، وتخلق هاي الحالة عنده الانفعال، والعصبية بصورة بصورة غير مبررة. يعني شوفين هذا الطفل عصبي وانفعالي، ليش متعرفين؟ ما إلى فد سبب. نعم. كثيرا ما لا يحتمل انتظار لدوره في الكلام، دائما ما يقاطع، مستعجل دائما، يقولين كأنما احنا نقول كأنما مركبين آلة، اندفاعي جدا، يعني عند حركته يتحرك بصورة اندفاعية، مما يؤدي إلى مثلا صدام بالآخرين، صدام بالأشياء، وهذا طبعا يسبب إزعاج للآخرين وأقرانه، فيكون نوعا ما هذا الطفل غير مرحب به، غير مرحب به من قبل الآخرين، أو يكون مزعج، دائما عرضة للتأنيب. صحيح؟ لا يعني قصدي التعامل وياه دائما ما يأنبوا، ما تقول انت ليش تأنيب، لانه عدم معرفتهم بهذا الاضطراب. دائما يقولون الطفل الهايبر اذا ما احد يعرف شو فيه، يقولون هو عديم التربيه، سوري يعني من هالكلمه، غير متربي بطلقه زياده، يعني. غير منتبه، غير مكترث بالاخرين، لكن هم بعض بعض المحيطين فيه غير ليس لديهم الثقافه في معرفة هذا الطفل، وأنه هذا العرض هو الأعراض اللي هو يعاني منها بسبب تركيبته الفسيولوجية،
والوراثية أنه هو مولود بهذا الاضطراب. هو عنده جينات أخذ ايه هذه من العائلة. أي فهو يميل من يشوف أنه الآخرين غير مرحب به، غير محبوب، يميل للعزلة. أكيد ويسائل ويسائل مثلا يقول لماذا أنا هكذا؟ لماذا أنا مثلا ما يحبوني؟ لماذا أنا ما يعني يستسيغوني الآخرين؟ لماذا أنا غير محبوب؟ أنا ما أعرف شو فيني يعني. فهو هذا فلازم أنه متابعة من الأهل. نعم. ومعرفة من الأهل بهذا الاضطراب عن طريق الدورات. يعني مو شرط أنه الأهل يكون يتمتعون بذكاء هاي الفئة من الأطفال. طفل الهايبر الاي دي اتش دي نسبة ذكاء من 80 إلى 100% وخصوصا بالأشياء العلمية السرقية. نعم. ليش؟ لأنه الأجزاء من دماغ البرين فيها جزر. إحنا عندنا هاي القطع لو تشوفيها بتكوين الدماغ فيها قطع أجزاء، فتكون هاي جزر نسموها. في جزر من هاي الأجزاء تكون مضاءة ومستثارة ومشعة إحنا نقول تغطي على الأجزاء البقية. فإحنا نشوف هذا الجزء المضاء أو المشع. نعم. تكون هذا خاص بالأشياء العلمية، بالأشياء الفنية. نعم. بالأشياء يعني هي يعني مرور الزمن ممكن أنه هو لو تلقى العلاج المناسب ممكن هذه الفرط الحركة يقل عنده، ممكن لو يبقى على هذا بس إلى ممكن أن وقته يكون مليان بأشياء مفيدة. والله سؤالك مميز. سترقية. هو طفل الهايبر احنا نقول دائما الى علاج. هو ما الى علاج الهايبر طبعا اكتيفيتي للاسف. أوكي. ما الى علاج لانه فد اضطراب وراثي. هذا الجزئية منتهي من عندها. اذا يجب نتعامل مع هذه الحقيقة. اذا لازم الاهل نعم. يتعاملوا مع هذه الحقيقة. واهم شيء اني اقول ويمكن حكينا سابقا، اهم شيء الاهل انه ما يكتفون بالحب فقط. لان الحب بدون تقبل ما ممكن راح يولد اهتمام. انا احب ابني لكن انا رافضه عند هذا في الهايبر او في التوحد او في هالاعراض، فيصيبني حاله عصبيه مثلا. يعني بصوره عامه دا احكي دا اتكلم، ما اقدر اعالجه. أعصابي ما تتحمل أنه ابني هذا أو أشوفه هي بهالحالة أو ما أتحمل. فما راح أقدر أساعده أني. بس أهم شيء أكون أهم شيء أنه أني تقبل. ولكل أم أنه تتقبل ابنها بما هو عليه بسلبياته وإيجابياته. أنا ابني لو تقبلته بسلبياته أو إيجابياته أنا حقدر أساعده. فإذا عندي التقبل أهم من المحبة. يعني هذا الرفض ما راح يودي النتيجة. يعني انه رفضهم لابنائهم ان يكون بهذا الشكل لا ابدا. التعامل مع الواقع والحقيقه هو هذا اللي راح الافضل بموضوعيه حتى نكون اقوياء اكثر والام تكون قويه وبالتالي الاب يقوى. نعم. يعني فيكونون يد واحده. نعم. يعني خطوات يمشون خطوات في بدايه من العلاج الى خطوه اخرى. احنا تطرقنا انه سالتيني سؤال مهم. بالضبط ارجع عليه هو اني على مود العلاج. طفل الهايبر اكتيفيتي الاي دي اتش دي لا يعالج بالادويه ولا نهائيا. وانما علاج سلوكي معرفي. وهذا العلاج السلوكي المعرفي يتم بتشخيص من الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي. تشخيصه اول شيء مشاهده المشكله. ما هي مشكله هذا الطفل؟ لماذا يتحرك حركه زياده او يتكلم او يقاطع؟ وبعدين اذا ظلت حركته بصوره مستمره او على فتره اكثر من 6 أشهر يعني من 6 أشهر الى سنه فاذا في شيء انه مو طبيعي وحركته في اكثر من مكان. يعني مو مقتصر انه بالبيت. نعم. طب من اي سنه تبدي يعني واضحه هذه الاعراض؟ والله سترقية من سنه ما قبل 5 سنوات والى 7 سنوات يعني. نعم الى 7 سنوات. نعم. ليش 7 سنوات؟ لانه يدخل الطفل المدرسه فراح تبدي المشاكل هنا تزيد مو بس هذه والشكوى منه تزيد. اي صحيح الشكوى راح تزيد بالضبط. لانه نظام المدرسه نظام ثابت
صارم راح يتمنهج الطفل طبعا راح يمشي على نظام معين من قبل المديره وبالتالي المعلمه وهذا صعب بالنسبه له. هو طفل عشوائي طبعا صعب طفل عشوائي طفل هذا فراح عشوائيته وحركته الزايده راح يتعارض مع النظام هذه القوانين طبعا فراح تظهر المشاكل السلوكيه وفي اغلب الاحيان انا اتوقع انه يبطلون من المدرسه في اغلب الاحيان اذا في اغلب الاحيان لانه ما مسيطر عليه وماكو هذه المعرفه المسبقه بهذه الحاله. بس هو دور المدرسه ودور الاسره يعني مهم جدا. اسمحي لي احكي عن تجربتك الخاصه اللي هي يمكن اليوم تكون تجربه لكل ممكن تمر بها اي ام تعاني تكون واحد من اطفالها واحد منهم مثل ما قلتي يكون بهذا الشكل. نعم. فانت من تجربه شخصيه حتى انت تخصص علم النفس عرفت انه هذا مؤخرا دكتوراه حصلتي عليها الحمد لله. بسبب انه انت تريدين تعرفين اكثر وتساعدين ناس اكثر. اكيد وانا انا بهالمكان وبهاللحظه من بديت ادرس لحد الان الحمد لله على وجهك الخير ان شاء الله وصلت شهادتي. مبروك. الله يخليك تسلمي. شكرا جزيلا. كثير عندي من صديقات وكثير من المعارف ساعدتهم. فيفتحون تليفون ياسمين كيف اقول لهم 1 2 3 اي بس شغلات التشخيص الدوائي هاي انا مو من مو معنيه بها. الطبيب الكلينيكي الطبيب هو النفسي هو اللي معني. نعم. انت عشتي هاي التجربه ايش قد اخذت من عندك شنو نطتك هاي التجربه بحيث انت يعني رحتي انه تبحرين اكثر بهالمنطقه وتتوسعين اكثر بمعرفتك حتى تساعدين واحد من اولادك وحتى تساعدين الناس. وانا اعرف انه انت متطوعه في دو يعني في دورات كثيره. نعم. حتى تساعدين الناس راح تظهر صور على الشاشه. هذه الصور اي تفضلي. والله منور. الحمد لله فمن فضل رب العالمين الحمد لله. هذا ابني الصغير احمد. هذا ابنك احمد الصغير. طبعا اولاد الحمد لله من فضل رب العالمين مو لانه انا والدتهم وامدح فيهم لكن هم مميزين اخلاقيا ومميزين علميا وفي كافه المجالات. في مجال الدراسة دائما كل سنة يأخذون كأس التفوق ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله. وفي مجال مثلا العلم والدين والقرآن فهم محافظين يعني احنا نكمل شيء بشيء الحمد لله. وفي مجال الرياضة الحمد لله متميزين سباحين ماهرين ولاعبين كاراتيه ماهرين ولاعبين الحين سجلتهم كرة قدم والمسيرة الحمد لله ماشية. يعني قدرتي تحتوي لابنك وقدرتي انه تساعديه؟ قدرت كثير. انا لاحظت عليه استرقية. احنا تعرفين ظروف بغداد نعم وابان الاحتلال الامريكي سافرنا سوريا. نعم. فكان احد اولادي عمره 5 سنوات 6 سنوات. فلاحظت حركته الزايدة وبكاءه ومثلا من يجون عندنا ضيوف او هذه يبتعد عنهم ودائما يتخبى او خلفي. فاقول يمكن لانه احنا بسوريا والبعيدين عن الاهل والاقارب فممكن هاي انه رد فعل طبيعي رد فعل طبيعي لانه نعم. بس شفت الحاله استمرت ونفس الموضوع وبكاء اكثر صار من اللازم في اوقات غير مناسبة. مثلا في أوقات فرح في أوقات مثلا زيارات في أوقات طلعة في أوقات يعني كل الأعراض اللي حكيناها بالبداية. نعم نعم. مستعجل ما عنده صبر مستعجل اندفاعي ما غير مسيطر عليه يقاطع الآخرين. نعم. مزاج متقلب. طفل الهايبر مزاجه متقلب. نعم. يحكي معاكي تشوفينه عادي لكن بعد فترة فجأة. أخرى فجأة أنه انفعالي حزين. نعم. وبدون معرفتها وفي ظروف غير ملائمه مثلا. نعم. فقلت يعني فكرت في نفسي تحدثت مع نفسي قلت ممكن انه تغيير المكان السفر. تعطي سبب يعني. نعم. لازم واحد يطيء اعذار. نعم. هذا لكن اذا تاكدت الحاله تاكدت المؤشرات وظلت على وتيره واحده. نعم. لا اذا هناك في اضطراب معين في شيء معين. فقلت انه ممكن السفر
وانتقالنا احنا العراقيين نعم. من مكان لاخر واختلاف الوجوه عليه هذا هو السبب. لكن الفتره زادت اكثر من 6 شهور نعم. من 6 شهور الى سنه والحركه والاندفاعيه زادت اكثر والانفعالاته ومقاطعته كل الاعراض اللي تكلمنا عليها نعم. خليت الموضوع اني جئنا للامارات الوالد زوجي كان هنا فعرضنا على دكتور موسى دكتور وائل ابو موسى نعم اختصاصه نطق لغه وهايبر اكتيفيتي فقلت له دكتور انه هيك الموضوع هذا الموضوع وهذا ممكن نعم. شرحته فحتى بوقتها قال لي يعني انت ولا اني دكتور فقلت له لا حضرتك العين ما تعلى على الحاجب بس انا يعني لانه اقرا كثير من البحوث وطلعت على النت لان انا اريد اساعد احد من اولادي ابنك نعم فلازم اذا انا ما اساعد شلون عمل كثير اختبارات الاي كيو نعم والاختبارات فشخص انه عنده هايبر وبدينا المسيره واضح انه تعبش ما راح هذا صبرك الحلو صبر الام على ابنها ونتقبله بكل ما هو فيه وصل اليوم انه هو واحد من المتميزين وانسان طبيعي جدا الحمد لله وتقبلت الموضوع وتجربتك الاحلى ما فيها انه حبيتي انه ما كانت تجربه منغلقه لا لا بينما انه انت اخذتي دورات ودكتوراه وتخصصتي في علم النفس لعيون ابنك وبعدين انه هاي تجربتك تحبين تنقليها للجميع ما تبخلين باي مساعده وعون اشكرك الشكر الجزيل والله يخلي اولادك ان شاء الله نلتقي دائما على الخير شكرا جزيلا ست رقية واتمنى اكون زائره خفيفه ظريفه وقدرت انه افيد العوائل والامهات واقدر انه املي على كل تساؤل وكل شيء شكرا جزيلا لاستضافتكم شكرا لك شكرا